السعوديين متى؟ لحقتوا عليها يا عيال؟ اوه زمان الحقيقة يا شباب نبي نسمع عادل وعبد المجيد ونايف شيلة ترى تو السعوديين مسويينها قريب هذه؟ ايه ابى اقول كلمة يا عيال تبن نفسك بس ابى اقول كلمة يا نايف فيها يا عيال اصص واحد المايك يا شباب في هالبرنامج فيه اثنين يعني في الحقيقة انا ما ادري ايش اقول وش اخلي في حقيقة الامر في حقيقة الامر ان بغيتهم ان بغيتك باللي احسن جيت كلي وان بغيت باللكاعه احتزم والله ما تطيح يا الله تسعدك يا خالد بيض الله وجهكم وجهك ابيض ان شاء الله باذن الله طالع لك شواكل اي انت عاد لا خالد باذن الله احنا نحفنا انت ولا العرجان انا اقول باذن الله اني راح اضمكم شوي وانتم راجعين من الستيج وقايل لكم الف مبروك عودتكم يا عمر بن هدال ويا ركان بملهي بعضناها بصوت الرينج روفر طب اسالك بالله وش شعورك لو قالوا المودعين بالليله ركان بملهي في امان الله لا لو قالوا اثنين تخيل يجي قرار اثنين المنضبطين يروحون والله لا انصدم بعود عليك عقب اسبوعين والله لا انصدم حتى لو بعد يومين شوف الصدمه عادل يقول والله ودي انت عمر تكون شركوب يا ولد خالي واحد لازم يشوف حياته يا عمر لا 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 ايش اللي جيجي اسمع سالت عادل قلت عادل البس توب قال يا رجال بينك وبين البرايم طاحت الرسميه خلاص اي والله ما عاد يحتاج لا طاحت الرسميه تدري ايش انا اسميهم الاثنين هذولي ملوك البرايمات خلاص والله ما بعلى كيف اقسم بالله العظيم ايه اسمع يا عيال والله العظيم اني مصطين يا عيال عمر اللي طيب تكلم بحرقه يا عبد المجيد والله العظيم اقول ما عليك اقسم برب البيت ما طقت ابو عيسى هيك النقاط اقسم برب البيت ما طقتك شكل جيب والله العظيم اني واقف جمع نقاط تطيح ادور اني متاكد انه بيقول لي يا عمر ارجع انت وهمي عمر كلكم تصدقون بالله بس عاد خلاص عمر لا تقوم لا تناظرني بنظرات البراعه لا ولد اطلق اثنين منضبطين في برنامج انا من زمان عند الكاميرا عمر هذا الراي تخالفني الراي عمر يا نايف نعم شفت موافقين